حلقتنا بتتابع وبستقبل الأستاذ جورج عزار مؤسس منصة هاي كارت، أول موقع تسوق على الإنترنت بلبنان، هالموقع اللي كتار كتار بيعرفوه بيسمح ببيع وشراء السلع بشكل سهل وعملي من جميع أنحاء العالم. نحن اليوم عم نحكي عن مبادرة أو شيء. أهلا وسهلا فيك أستاذ عزار. أهلا فيك، ثانك يو. عم نحكي عن هاي هوب من هاي كارت. صحيح. هالمبادرة يلي صار مشارك فيها أكثر من 15 جمعية، والمبادرة بتقوم على تسهيل عملية التبرع للجمعيات عبر الموقع. كيف خلقت المبادرة وكيف انخلق هالتوجه بالتحديد لألا؟ هلا مثل ما فسرت حضرتك، هي خلقت تسهل عملية التبرع لكل شخص حابب يتبرع من لبنان ولا من برات لبنان. هلا بطبيعة الحال هي فكرة التبرع منا فكرة جديدة. اليوم نحن هالمؤسسات الإنسانية اللي عم بتساعد صار لها عشرات سنين بتساعد، اليوم خلق ظرف استثنائي حتى يكون في حاجة ماسة لعالم بحاجة لمساعدة ضمن الظرف اللي صار بلبنان. إنما هي فكرة قديمة متجددة سأبت أنه هلأ كمان بهذا الظرف تحديداً أطلقناها، وبإذن الله مكفيين فيها، لأنه مثل ما قلت لك يعني هالمؤسسات مكفيين ونحن حابين نكون جزء من هذا الشيء. اليوم نتخيل يعني أنه كل شخص فردي أو مؤسسة بهيك مرحلة عنده واجب يساعد، مش مهم قديش يساعد ومش مهم قديش إمكانياته. نحن كمان من هيدي الحس المسؤولية والوطنية كمان قررنا أنه نسخر كل طاقاتنا، إذا بدك التقنية البشرية واللوجستية، حتى نأمن عملية تبرعات هينة وسهلة، ونقدر نوصل التبرعات لمحل ما لازم توصل، أكيد من دون أي كلفة إضافية ومجانا. نعم، خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعلق. تفضل. لأن قوتنا بوحدتنا، وبوج الصعوبات عطول كتفنا، لنزرع الأمل بكل بيت لبناني. هاي كارت أطلقت حملة التبرع عبر صفحة هاي هوب، يلي بتخولك تنقي المنظمة الإنسانية اللي حابب تساعدها وتساهم بتلبية احتياجاتها الخاصة. بكبسة زر، إيد بإيد، نبني لبنان جديد. 15 جمعية عم تتعاونوا معها، على أي أساس تم اختيارها؟ هلأ 15 جمعية كانوا من يومين ثلاثة، اليوم صرنا 20، وكل يوم في عنا ثلاثة أربعة خمسة، لأنه أطلقنا المبادرة من يومين. اليوم أكيد هيدا البلاتفورم مفتوح لكل الجمعيات، كل الجمعيات يلي حابة تساعد، يلي هي أكتف أو فعالة على الأرض اللبنانية اللي بنوثق فيها أكيد، واللي عندها رسالة. هلأ في كتير جمعيات كل جمعية عندها رسالة شكل، اللي بتعنى بالأطفال، اللي بتعنى بالأيتام، اللي بتعنى بالختيارية، اللي بتعنى بالأشخاص المشردين أنسون. هيدي اللي مميز بهيدي الصفحة هاي هوب، إنه هي صفحة وحدة بتجمل كل هيدول الجمعيات الإنسانية مثل ما قلت لك الأكتف. والطريقة الحلوة إنه حيلا شخص حابب يتبرع من لبنان ولا من برات لبنان، صار معلي إلا يفوت على صفحة هاي هوب، ينقي الجمعية يلي هو بيحبها أو بيوثق فيها وحابب يساعدها، ويفوت بيساهم بتلبية احتياجاتها الخاصة. لأنه مثل ما بنشوف هلا بعد شوي إنه الجمعية وقتها تفوت عليها أنت بيفتح لك بيج تاني حسب كل جمعية شو هي عندها نيدز وحاجات. بقى بتختلف طبعا هيدول من جمعيات، يمكن جمعية بحاجة للابتوبس، جمعية بحاجة لفرش، جمعية بحاجة لأكل، جمعية وهيدي لذة البلاتفورم. هلا أكيد يعني في كتير أشياء واحد يقدر يتبرع فيها حسب إمكانياته، فيها تكون عينية كما أوقات كمان فيها تكون مادية خلال الجيفت كارت. يعني إذا ما نقى شيء أو ما لقى شيء بالبرجت تبعه بيقدر يفوت يعطي جيفت كارت، يلي هو في عدة خيارات يقدر يعني حسب إمكانياته. عاملين أسعار خاصة للناس؟ هلأ في كتير تجار عم بيقدموا أسعار خاصة للتبرعات، هي بس بيكونوا موجودين بهذه الصفحة. نعم، يعني هيك بتكون كمان أمنتوا أسعار خاصة أول شيء، قدرتوا تقدموا مساعدة للجمعية بأشياء هي بحاجة لها، يمكن براد، يمكن غسالة، يمكن لابتوب، وبنفس الوقت يعني أكل، يعني عم بتحركوا كمان نوعا ما السوق، مش هيك؟ 100% 100%. هي أصلا الهدف الأساسي
طبعاً من وراها مش بس تحريك، مش هي المبادرة أن نساعد أشخاص محتاجين، وفي كتير عاملين خير يعني. أكيد. بس اليوم قد ما البلد هيك مشنش بكل النواحي وخاصة اقتصاديا، بتحس القصص واقفة بمطرحها، وبحاجة أنت كمان أنه يمكن تدعم شركات لبنانية، مش هيك؟ أكيد. يعني أوقات الواحد يمكن بيوصي على شيء من برا أو بيجيب شيء من برا معه لحتى يتبرع. اليوم خاصة نحن عم نحكي على، لأنه هي بلاتفورم توصل لكل الناس، بلاتفورم إلكترونية، بقى كمان اللبنانيين اللي برا يلي حابين يساعدوا، ويمكن عملية الشحن صعبة على البلد، بقى ساعتها من خلال هالمشروع هيدا قادرين انه يحركوا السوق ويساعدوا بنفس الوقت وياخذوا سعر منيح. تماما مثل ما قلت حضرتك، يعني اليوم نحن التجار كلهم اللي نتعاطى معهم هن تجار لبنانيه، والدونرز بيسوا يكون من لبنان ولا من برات لبنان. هيدي الفكره على يعني على فكره انه اجانا كثير اتصالات من كثير اشخاص تبرعوا من لبنان ومن برات لبنان، وكانوا كثير ممنونين من الفكره. ليش؟ لانه حيالا شخص اوقات بحس انه حابب يساعد، بيكون مزبوط عنده الفكره انه بده يساعد وضميريا بده يساعد، بس ما بيعرف كيف. اليوم ما بيعرف لمين بده يساعد، شو الاشياء الناقصه وكيف بده يوصلون. من هون كمان طلعت الفكره انه اليوم حيالا واحد حس بلبنان ولا برات لبنان عنده هالنيد، لانه كمان العطاء فرح، عنده هالنيد بده يعطي، بكبسه زر بيعرف لوين وكيف وبتاكد انه رح توصل. استاذ عزار، هالمشروع بلشتوه قلت لي مع 15 جمعيه، اليوم صاروا 20، هو مشروع رح يبقى مستمر؟ يعني هالصفحه باقيه مفتوحه كل الوقت ولا هي لفتره محدده؟ اليوم نحن بصراحه ما حطينا فتره زمنيه لهيدي الصفحه. طبعا هي بتتطلب كثير ريسورسز اذا بدك موارد منا، بس هذا هدف انساني. اليوم في حاجة ماسة بفترة معينة، بس حتى بأكثر البلدان تطورا في جمعيات بتعنى بالإنسان وبتحب تساعد الإنسان وتعمل خدمات، ما بتنربط بزمن معين لأنه بضل في حاجات. اليوم بالوضع الحالي نحن مكفيين، ما حطينا زمن محدد، والله يقدرنا الله يقدرنا. أكيد هي مبادرة كتير حلوة ومهم أنه تستمر، لأنه حاجات هالجمعيات هلأ أكيد بالذروة بسبب المصيبة اللي صارت. صح. بس رح تبقى الجمعيات بعتقد بحاجة. مزبوط. ويمكن حاجاتها تختلف يعني. صحيح. يعني اليوم عم بيحطوا إشياء بحاجة لأجل اليوم، يمكن بكرة يصير عندهم غير حاجات. ونحن كمان نطلب من الجمعيات اللي حابين يفوتوا على هاي كارت، اهلا وسهلا فيهم، طبعا هيدي شغله مجانيه، وبنطلب من الجمعيات الموجودين دائما يشيكوا شو الاشياء اللي وصلت لهم واللي بحاجه لها، او اذا طلع شيء جديد يرجعوا يفوتون على صفحتهم يعني. نعم، ممتاز. في اي فكره بتحب تختم فيها؟ انا بس بتمنى يعني هيدي كانت مبادره من فريق عمل هاي كارت، بتمنى من كل شخص حابب يساعد من لبنان ولا برات لبنان يفوت على صفحة هاي هوب، لو بفلس الأرملة يعني. اليوم قرش فوق قرش، أكيدين نحن أنه بيوصلوا للمحل ما لازم يوصلوا، وفينا نغير حياة أشخاص أو عائلات نكبت أو قطعت بمرحلة كثير صعبة. يعطيكم ألف عافية أستاذ عزار، تحية لكل فريق عملك. ميرسي للMTV كمان دائما داعمة لهالأمور. شكرا لك، أهلا وسهلا. نحن رح نتابع حلقتنا مع واتس كوكينج وشيف شرب الصافي بعد شوي.